يمكن الحضور الكبير ده بيشرفني ويسعدني الحقيقة، واحنا وحشين بعض واضح يعني، بقالنا كتير ما تقابلناش. اولا انا بشكرك على كلامك عن مستوى الاغاني او مستوى الفن اللي انا بقدمه الحقيقة. يمكن ده انا طول الوقت حريص اني اكون دايما عند حسن ظن الناس وعند حسن تقديرهم دايما، لانه انا بشوف ان الجمهور على قد الحب اللي بيديهوني بيستاهل احسن حاجة. ده اللي بيخليني ابذل مجهود كبير قوي طول الوقت ان انا اقدم فن راقي. وبس عايز اقول حاجة، انه مفيش تعارض بين الشباب والرقي، يعني فكرة انه برغم اني بغني اغاني شبابية ولكن في نفس الوقت كلماتها راقية. الشباب راقي الحقيقة، ويمكن ده اللي احنا محتاجين نوضحه ونصدره دايما للناس. الفن العربي والشباب العربي هو شباب انا بحس انه عنده طاقات كبيره جدا، وشباب عنده اصول وعنده مبادئ وعنده حاجات مش موجوده الحقيقه في شعوب كتير. واحنا دورنا كفنانين كمان ان احنا نفوكس على ده، ان احنا نركز على ده، ان احنا نطلع احسن ما فينا. يمكن انا ببريزنت او انا بمثل شباب الوطن العربي، يمكن مش بس مصر، وده دايما ببقى حاطه في عين الاعتبار، انه دايما يكون التمثيل تمثيل مشرف. انه النهارده لو في فنان بقى رول موديل او بقى في فنان الناس بتحبه وبتمشي وراه، لازم يكون دايما واخد باله من الحكايه دي، انه دايما يقدم الصوره الحلوه من ثقافتنا والصوره المضيئه من ثقافتنا العربيه اللي هي حقيقه مليانه بحاجات كويسه. الفن المغربي هو المغرب بلد حقيقي ولاده، وده انا اكتشفته في من خلال مشاركتي في برنامج ذا فويس. انا كان عندي 3 اصوات من المغرب في فريقي، عمر منصور وشيماء عبد العزيز وعصام سرحان. والحلو هنا ان انا كنت بسمع من غير ما اعرف منين، ولما كنت بلف بعرف من المغرب. ومش بس انا، كان عندي فريق مغاربه كتير، كان كمان باقي المدربين عندهم مغاربه. الشعب المغربي شعب فنان بيحب الفن وولاد. ومؤخرا انا بحس انه في نهضه فنيه حصلت في المغرب، بقى في تطور في شكل حتى في الاشكال الموسيقيه، في تحرر يعني في المزيكا. والحقيقه التحرر ده يمكن اسفر عن النجوم، يعني مثلا زي سعد المجرد، زي من الاصوات اللي انا بحبها جدا كمان هدى سعد، بحب صوتها جدا وبحس انها فنانه. يعني هي مش بس بتغني، هي بتغني وبتلحن لا في مليانه، يعني المغرب مليانه طول الوقت اصوات جميله ومن زمان. يعني احنا الموضوع مش جديد، يعني المغرب طول الوقت ليها دور كبير في الفن العربي يعني. واتمنى ان شاء الله كمان الدور ده يكبر ويزيد ويتطور. فيما يخص التجربة التمثيلية يعني، سواء كانت هتبقى اي حد والله، ممكن كلهم على حسب الاغنية او حسب نوع الاغنية يعني. ممكن يكون، ما هو انا مش عايز اقول اسم لانه الاول بيبتدي الموضوع بالاغنيه. ممكن تبقي عملتي اغنيه محتاجه يغني معاكي ولد، او اغنيه محتاجه يغني معاكي بنت، او على حسب نوع الاغنيه كمان يعني. سواء كان اغنيه ممكن تبقى اغنيه محتاجه صوت طربي، او ممكن تبقى اغنيه محتاجه صوت مودرن، يعني حسب نوع الاغنيه. ولكن في كتير قوي انا يعني حتى ممكن اغني مع عصام، ممكن اغني مع شيماء، ممكن يعني مش ضروري كمان يكونوا مغنيين كبار او نجوم كبار، يعني حسب العمل. يعني العمل هو اللي بيقرر. فيما يخص التمثيل، احنا عندنا ان شاء الله مشروع سينمائي مش دراما. يعني انا ما افضلش ان انا ابتدي بدراما، يعني بحس ان السينما ممكن تبقى اهم، او بالنسبه لي انا يعني اهم واخف. يعني فكره ان انا تكون اول تجربه ليا 30 يوم بمثل قدام الناس يعني، وداخل كل بيت، فده ممكن يبقى دوز عالي شويه على بدايه. فانا اظن البدايه يفضل انها تكون سينما، وانا كمان بحب السينما قوي يعني، يمكن بحب السينما اكتر من الدراما يعني. فاظن التجربه الاولى ان شاء الله هتكون سينمائيه، وهنعلن عنها قريب ان شاء الله يعني بعد نزول الالبوم، لانه انا خلصت المراحل الاخيره لتحضير الالبوم الجديد ومشغول جدا فيه. فبعد ما ينزل ان شاء الله هنبتدي نرتب ونقرر ونقول، هنعلن المواعيد ان شاء الله. ما تنساش تابونا فلاشين وتاكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هيد بريس.